جمهور الاتحاد في مدرجات الوحدة الاتحادية يا أخي، الاتحادية يا أخي، قسم بالله بالفطرة ناس عسل، وعلى قولت أخواننا المصريين دمهم شربات الاتحادية، متواجدين في نهائي الكاس بين الهلال والوحدة وفي مدرجات الوحدة بتيشيرت الاتحاد ومن فوقه التيشيرت الآخر، يعني يقول لك أنا كاتحادي ألبس أي تيشيرت ما عندي مشكلة، لكن أول تيشيرت ألبسه ألبس تيشيرت العشق، تيشيرت الحب، تيشيرت نادي الاتحاد، ومن فوقه أي تيشيرت ثاني ما عندهم مشكلة، لكن لأنهم مشاغبين، لأنهم عسل، لأنهم حبوبين، من يشوفون كاميرات نزلوا التيشيرت وطلعوا التيشيرت الثاني ويبوسون في الشعار ويقولوا يا أخي الاتحادية غير، مع الحب والتقدير والاحترام لكل الجماهير في كل مكان، لكن وانا اشوف هذه اللقطة والله العظيم فرحت، لم يمنع كون اتحادي من حضور نهائي الكأس وتشجيع الفريق اللي يبغي يشجعه، حرية شخصية في النهاية، لكن يبقى بالنسبة لهم الاتحاد اولا واخيرا في القلب ومختلف عن البقية، الحب والتقدير لهالشباب العسل اللي في الفيديو امامكم، واحط لكم اياهم الحين مرة ثانية، واذا انك عزيز المشاهد هالاثنين تحديدا هالاثنين، اذا انك بتوجه لهم كلمة شو راح تقول لهم اكتب لي في التعليقات في اسفل الفيديو، ولا تنساني من اللايك والفولو.